مصر تصل إلى محط الكفاية ذات المحصولات الزراعية، حقق على أن الصادرات وقل من الواردات في العقد الأخير، زيادة الدخل الفردي للمزارعين وهبوط الأسعار. وهو ده هدفنا. قيل يوما من يملك خبزه يمتلك قراره، وفي كل قرية مصرية الآن أصبح الفلاح الذي يمتلك قيراطا لزراعته يمتلك هما وبؤسا، بدءا من ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة من بذور وأسمدة ومبيدات وغيرها، ولم يقابل ذلك إنتاجا وفيرا يحقق للفلاح دخلا يستطيع به مواجهة أعباء الحياة. لما جينا على مشروع التخرج بدأنا ندور على فكرة تكون شفافية، فكرة تحل مشكلة موجودة على أرض الواقع ونستغل بها الأربع سنين اللي درسناها قبل كده في الكلية وتساعدنا إن شاء الله في التركات اللي إحنا عايزين نكمل فيها إن شاء الله بعد الدراسة. من أهم القطاعات اللي بتواجه مشاكل في مصر هي قطاع الزراعة. بدأنا نشوف إيه المشاكل اللي بتواجه قطاع الزراعة في مصر ونشوف إزاي نحلها بالنيو تكنولوجي. استخدمنا في المشروع أربعة من التكنولوجيز وهم الكلاود كومبيوتينج والبيج داتا الميدل سيستمز والويب ديفلوبمنت أند ديزاين. بدأنا نجمع التيم بتاعنا على اساس السكيلز ديت وعلى اساس مدى حماس الناس ان هي توصل ان شاء الله بفكره لحد انا محمد ابو العز من فريق كلاود كمبيوتر. عرفت المجال ده تقريبا من سنتين وقررت ان هو ده المجال اللي انا عايز اكمل فيه بعد التخرج. بدايه التيم كانت السنه اللي فاتت مشارك ضمن فريق مسابقه كلاود كمبيوتنج في الاي تي ار، والحمد لله قدرنا نحقق المركز الثالث. بعد كده قررنا ان احنا عايزين نطبق تكنولوجيا جديده لحل مشكله على ارض الواقع. بدأنا نضيف كل الناس الاكتف في الكليه وعندهم نفس الهدف ده. بدأنا اول سنه لينا شغل مع بعض. انا هاجر عزت من فريق جديد. انا مهتمه بالمجال ده بقالي كتير وبحاول اطور نفسي فيه وبقرا فيه باستمرار. انا محمد عارف ان انا مهتمه بالمجال ده كلمني وعرض عليا مشروع فيه. لقيت المشروع كبير وبيحل مشاكل واقعيه في المجتمع، فقررت ان ده هيكون هدفي. ده هيكون مشروع التخرج. السيستم عندنا بيجمع كل البيانات اللازمه لاداره العمليه الزراعيه ويعمل عليها مانجمنت وبروسيسنج استخدام البيج داتا وكلاود كومبيوتنج، بيطلع منها فاليو تساعد على زياده الكواليتي وتقوم كتير العمليه الزراعيه. استاذ عاطف فريق ميدل سيستم. احنا في الكليه نفذنا مشاريع كتير في مجال ميدل سيستم، وكنت ضمن الفريق شارك في مسابقه روبوت كونجيشن باسم الكليه وصلنا على المركز الثالث. في مجال ميدل سيستم قررت ان مشروع التخرج بتاعي يكون في تراك ميدل سيستم. فلما محمد اتكلمنا عن مشروع كاس وفي ست اتجاهات ان هو يساعد حل مشكله موجوده على ارض الواقع، قررت ان انضم للفريق ده لان حسيت ان اقدر اطور في مجال ميدل سيستم وكمان هقدر اكون اضافه للفريق. فلما شفت السيستم بتاعي يكون عباره عن ايه؟ لقيته عباره عن سنسور متوزعه في الارض الزراعيه اقدر من خلالها اجمع البارامتر اللي بتاثر في عمليه الزراعه وابعتها للسيرفر على الكلاود. انا رضوى يونس من فريق الويب، مهتم مجال ويب ديفلوبمنت وبطور نفسي فيه. نفذت مشاريع قبل كده كتير في الكليه. لما محمد كلمني على الفكره اقتنعت بيها جدا لانها بتحل مشكله على ارض الواقع قابله للتطبيق، وحسيت ان انا هكون اضافه للتيم. احنا في تيم الويب بنعمل فريندلي انترفيس، بنقدر نقدر نعمل امبورت للداتا، وكمان هيبقى فيه اونلاين ريتنج للبرودكت والكواليتي بتاعتها، وكمان هيبقى فيه اونلاين ماركت للانتاج المصري. احنا التيم بتاعنا كلنا مهتمين بالنيو تكنولوجي، بنحاول نكون دايما اب تو ديت وعندنا شغف ان احنا نتعلم. اشتركنا في مسابقات كتير قبل كده وده خلى عندنا فرايتي في الجو، عشان كده احنا تيم متكامل وبنكمل بعض. احنا تيم 13 واحد مش بس تكنيكال، لا كمان بنعمل براند الفكره بتاعتنا عند كمبانيز وكمان عند كليات الزراعه، نقدر نمارس الشغل مع بعض. من خلال مشاكلنا في MIE هنقدر نطلع فكرتنا للنور، لأننا بنعتبر MIE خطوة من أهم الخطوات للوصول للستارت أب بتاعنا، بالإضافة لأن MIE أحد أهم الحاجات اللي تربط ما بين الدراسة الأكاديمية اللي قعدنا فيها فترة طويلة والحياة العملية اللي قابلنا بره في السوق. ده بالإضافة لأن MIE تعتبر من أقوى مسابقات مشاريع التخرج في مصر، وإحنا عايزين نشارك في بيئات نفسية قوية زي كده عشان نقدر نطور الفكرة ونوصل بيها لمستوى أعلى. كمان نقدر نحدد نقاط الضعف ونتغلب عليها ونقاط القوة ونركز فيها من خلال الفيدباك اللي توصل لها من الميتورز وزمايلنا المشاركين. احنا كطلبة في كلية هندسة على حساب التخرج حاسين بدورنا وواجبنا نحو المجتمع، خاصة ان في الفترة الأخيرة كل الفئات بتحاول تساعد تنمية الاقتصاد المصري، فكنا شايفين ان أكتر مشكلة تقدر تأثر في الاقتصاد المصري هي مشكلة الزراعة، خاصة ان 45% من الاقتصاد المصري بيعتمد على الزراعة، 37% من العمالة المصرية بتشتغل بالزراعة، ومع ذلك في فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي. ده لأنه احنا بنزرع بنفس الأسلوب اللي بنزرع بيه من 7000 سنة، بالإضافة
لان المزارع ما بيعرفش يسوي المحاصيل بتاعته. كمان مفيش معلومات كافيه عن العمليه الزراعيه تساعد يتخذ القرار على عمل رؤيه مستقبليه جيده للتنميه الزراعيه. اما بالنسبه لاصحاب المزارع الحديثه فما بيقدروش يعملوا فرق كنترول على المزارع بتاعتهم ولا حتى مونيتورنج عليها. ده بالاضافه ان في فجوه كبيره جدا بين الخبراء في مراكز الابحاث العلميه وما بين المزارعين. واخر واهم مشكله ان انا ما عنديش سنترلايزيشن للداتا وبالتالي ما بقدرش استفيد منها ولا اطلع منها فاليو. مشروع اس فود اند سيرفيس بيقدم خدمات للمزارع بشكل مباشر وبدون تدخل خارجي. احنا في المشروع بنعمل اجريكلتشر انفورميشن مانجمنت، بمعنى ان احنا بنجمع كل البيانات المتعلقه بعمليه الزراعه وتوسيع المحاصيل في سيستم واحد، نبدا نعمل اداه بروسيسنج بحيث ان احنا نطلع بمعلومه مفيده بحيث ان احنا بريتش كاب بين كل من الستيك هولدرز الفارمرز السمارت فارمرز فود بروسيسورز انفسترز ريسيرش سنترز والديستريبيوترز. في مشروع فاز احنا بنعمل السيستم من خلال ثلاث مراحل. اول مرحله وهي مرحله تجمع البيانات الداتا اجريجيشن، ثاني مرحله وهي مرحله داتا اكستراكشن ومن خلالها بنعمل اكستراكشن للمعلومات المهمه من الداتا ديت، والمرحله الثالثه وهي ديليفر المعلومات اللي احنا وصلنا لها للكاستمرز بتاعنا. بالنسبه للستيك هولدرز بيبقى ليهم بروفايلز على الويب سايت بيقدروا يدخلوا يحطوا الاوفرز بتاعتهم كلها، السيستم بيختار افضل الاوفرز دي وبعتها للمزارع من خلال ساعتها. الفارمر بيجيله كل المعلومات والبيانات اللي بتساعده ان هو يوصل لافضل انتاج وكمان الاوفرز دي بطريقه سهله ورخيصه زي الاس ام اس. السمارت فارم يبقى فيها سنسورز في المزرعه كلها بتساعدنا ان احنا نقدم للفارم اونر ريموت مونيتورنج وكمان فول كنترول. الفول بروسيسور بيقدر يدخل ويختار افضل المحاصيل اللي هو محتاجها والكميه اللي هو عايزها ونقدر نوصل له للمزارع صح المحاصيل دي مباشره. الانفستور بيقدر يدخل ونقدر نوريه افضل الاماكن الزراعيه وافضل الانتاج فيها وكده بنسهل الزراعه التعقيديه. الريسيرش سنترز يبقى فيها الباحثين والدكاتره نقدر ناخد ناتج ابحاثهم ونبعتها مباشره للمزارع عشان يطبقها في زراعته. الديسيجن ميكر نقدر نبعت لهم كل ده وهاي الاكل تشوفه وكمان كل الانفورميشن تساعدهم في بناء رؤيه مستقبليه جيده. لما وصلنا للفكره اللي هي مشروع التخرج بتاعنا كان قدامنا طريقين، طريق الجفرمنتال وطريق البيزنس. طريق الجفرمنتال ان الحكومه تكون الراعي الرسمي للمشروع تحقق دخل قومي للبلد لان بلدنا بلد زراعه. طريق البيزنس ان احنا نعمل ستارت اب خاص بينا. فلما قعدنا مع بعض واتكلمنا لقينا ان احنا ممكن نبدا الستارت اب بتاعنا وكذلك نقدر نطور ونعدي عليه في المستقبل والحكومه ممكن تدخل معانا كشريك. لان احنا اول فريق فكر في استخدام النيو تكنولوجي اللي هو الكمبيوتنج بي داتا حل مشكله الزراعه اللي موجوده في مصر اللي بدات تطبيقها في دول اوروبيه واليابان، لكن بالذات خاص على مشكلنا في مصر. لان مشروعنا مش مجرد مشروع تخرج عادي، مشروعنا هيساعد في حل مشكله موجوده في المجتمع. مشروعنا هيساعد في تطوير وتنميه الزراعه في مصر، وكذلك مساعدة متخذ القرار على وضع خطط استراتيجيه. مشروعنا هيساعد في تطوير ثقافه المزارعين وزياده التحصيلات الزراعيه. احنا زرعنا ناس اكسبيرتس في مجال الزراعه من دكاتره الجامعات ومراكز ابحاث. وناس شغاله اكبر مننا في كلاود كومبيوتنج بيج داتا، ناس ارحبوا بالفكره وقالوا يا ريت تطلع على ارض الواقع في مصر. فريقنا بيعمل اوتوميتد سيستم قائم على كلاود كومبيوتنج اند بيج داتا وبنستخدم الاوبن سورس سوليوشنز، وده يعني نو لايسنس اند مور سكيورتي زي الاوبن ستاك والهدوب. عندنا في مصر المزارعين العاديين والسمارت فارمز، المزارع العادي بنسجله على السيستم وبندخل كل بياناته زي مساحه الارض ونوع المحصول ونوع التربه وخصائصها، وبعد كده نعرفه افضل مواعيد الزراعه والري والتسميد ومواعيدها بالظبط عن طريق الاس ام اس. وكمان بالنسبة لسمارت فارمز بالإضافة لكل المميزات السابقة هنقدر نعمل كنترول للمزرعة and remote monitoring. كل المعلومات دي بنقدر نعمل لها hosting in powerful environment وبالتالي نقدر نخزن كمية كبيرة من البيانات ونعمل عليها processing and analysis باستخدام الهدوب لأنه أسرع من traditional methods. أما بالنسبة لفود processing companies والانفستورز كجزء من التارجت ماركت بتاعنا يقدروا يعرفوا المحاصيل وجودتها والكميه المطلوبه ونوصلهم لاصحاب المحاصيل مباشره عن طريق الويب سايت. نقدر نستفيد من عمليات البحث العلمي والابحاث اللي بيتم نشرها عن طريق مراكز الابحاث، والسيستم بتاعنا بيقدر يفهم الابحاث دي ويتعامل معاها وبيطلع منها الفاليو وبيبعتها للناس اللي تستفيد منها بس. وكمان المراكز البحثيه اللي بتحتاج كمبيوترز قويه من ناحيه البروسيسنج باور، احنا كمان ممكن نوفر لهم البرامج اللي عاوزين يشتغلوا عليها، يعني سيفنج للتايم والكوست. من خلال كل المعلومات اللي بنحصل عليها من المزارعين والسمارت فاربس وكمان الفود بروسيسنج كومبانيز بنعمل عليها داتا مايننج، ونطلع في الاخر بريبورتس تحتوي على كميه المحاصيل المزروعه والجوده بتاعتها وافضل الاماكن اللي اتزرعت فيها والسوق والربح واعتماديه مصر عليها، ومن هنا نقدر نتوقع اتجاه الزراعه السنين اللي جايه، وده بيساعد الديسيجن ميكرز انهم يضعوا خطط التنميه والحلول المناسبه للمشاكل اللي بتواجه الزراعه في مصر.
شايفين نفسنا بعد 5 سنين اننا بقينا ستارت اب قوي بننافس في السوق، والخدمه بتاعتنا بتوصل لاكبر عدد من المزارعين، والبدايه هتكون MIE.